وللمزيد حول الموضوع معنا من مكة المكرمة الأكاديمي في جامعة أم القرى عبد الحفيظ محبوب. أهلا بك معنا أستاذ عبد الحفيظ. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. يعني هجمات مجددا على ميناء رأس سنورة شرق السعودية، من يقف وراء هذه الهجمات وما هي الرسالة المراد إيصالها؟ حقيقة الاستهداف أولا هو استهداف لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، هذا أولا، ليس فقط لاستهداف الاقتصاد السعودي أو أمن المملكة العربية السعودية، هذه أولا. ثانيا، أنا لابد أن نعود إلى استهداف طبعا الهجومين السابقين الحادث في بقيل وخريص. أنا أعتقد أن لو نظرنا إلى يعني التحقيقات، واشنطن حددت مواقع يعني في إيران، يعني في جنوب إيران، هي التي استهدفت بقيق وخريص. أنا أعتقد الآن أيضا يعني، وهذا طبعا هذا الهجوم في ذلك الوقت لبقيق وخريص ينهي فزاعة الوكلاء الحقيقة. وأنا أعتقد أن يعني الحوثيين ليست لديهم القدرات أنهم يصلوا إلى رأس تنورة. ففي ظني أنا حقيقة، طبعا هناك ضغوطات بعد مجيء إدارة بايدن ورفعها طبعا للحوثيين من قائمة الإرهاب، أنا أعتقد بدأ هناك تصعيد، وأيضا تصعيد من المملكة العربية السعودية في اليمن، لأنه بدأ طبعا الحوثيين يصعدون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية في وفي الداخل اليمني. أنا أعتقد المملكة العربية السعودية طبعا أيضا ردت بردات نوعية، ضربات نوعية في صنعاء وفي مناطق متفرقة من اليمن. أنا في ظني هناك ضغط سعودي إيراني على إدارة بايدن، لأنها الآن إيران تختبر ضعف إدارة بايدن، وفي نفس الوقت يضغط على إدارة بايدن من أجل رفع العقوبات، لأن هناك إرث لترامب وضع إدارة بايدن أمام اختبار. والحقيقة كل القادة الأمنيين الأمريكيين يرفضون تخفيف العقوبات على إيران حتى تستجيب إيران يعني للضغوط الأمريكية وللتوصل إلى اتفاق جديد، والاتفاق السابق 2015 يعتبر من الماضي، لأن يجب أن يكون هناك اتفاق جديد. الحقيقة أنا أعتقد أن يعني الوضع مربك لإدارة بايدن، وهو اختبار أيضا لإدارة بايدن. نحن لاحظنا بعد الضربات التي قامت بها إيران في العراق، قامت إدارة بايدن بضربات في بوكمال وتم قتل 17 طبعا إيرانيا. في المقابل قامت إيران أيضا في عين الأسد، ولكن لم تقتل ولا أمريكي واحد. دكتور عبد الحفيظ، يعني ولكن هذه الهجمات ألا تنسف يعني أي جهود للسلام في اليمن التي يسعى المجتمع أو الذي يسعى المجتمع الدولي ل يعني إيجاد عملية سلام هناك؟ أنا أعتقد أولا إشارة سريعة جدا، عموما يعني هذه المرة أنا أعتقد المملكة العربية السعودية استطاعت سد ثغرة كبيرة وفجوة كبيرة حينما استطاعت رد هذا الصاروخ وهذه المسيره. هذه بس اشاره سريعه. من ناحيه الموضوع السلام، انا اعتقد يعني ايران مصممه على ربط موضوع اليمن بالاتفاق النووي. بما المملكه العربيه السعوديه الحقيقه والولايات المتحده يريدان فصل الازمه اليمنيه عن طبعا الاتفاق النووي، لكن إيران وأيضا الحوثيين ووكلائها يرفضون في فصل مسارات الملفات. وأعتقد هناك الآن مرحلة معقدة ويعني وضبابية أيضا. نعم، إذن الدكتور عبد الحفيظ
محبوب الأكاديمي في جامعة أم القرى، كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.